باي باي أصحاب برج الميزان، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الميزان، الأحداث العامة أو الطاقة العامة اللي هذا الشهر شلون راح يكون. القراءة راح تكون عامة، عاطفية بالأكثر، لأن هو يطلبني القراءة العاطفية، فراح تكون القراءة عاطفية. وأيضا الأوضاع العامة، ممكن إذا طلعنا شيء يخص العمل أو يخص الصحة، فراح أيضا نحكي خلال هاي الفترة الأحداث اللي راح تصير كلها. إن شاء الله التوقعات تكون حلوة، وإن شاء الله بداية خير وسعادة، وأموركم بها تتحسن كلها للأفضل إن شاء الله. إذا عجبتكم القراءة سووا لايك، اشتركوا بالقناة إذا كنتم ما مشتركين. هسه بداية نشوف الطاقة العامة لبرج الميزان. برج الميزان بالفترة الحالية أشوف إنه البعض من عندكم ممكن يكون دا يفكر حاليا موضوع ارتباط جاد او موضوع زواج، لانه البعض من عندكم قاعد اشوف انه فعليا اكو موضوع زواج عليه مشاكل خلال هاي الفترة. فاشوف انه انت عندك موضوع ارتباط شاغلك خلال هاي الفترة، او حتى ممكن يكون مو موضوع، اذا ما كان موضوع زواج فممكن يكون موضوع عائلي بالبيت شاغلك. اشوف انه اكو امرأة ممكن من العائلة، امرأة مقربة من عندك، هاي الامرأة طاقتها شوية سلبية عليك، اشوف طاقتها مو حلوة، ممكن تكون طاقة حسد او حتى طاقة غيرة، ممكن تكون طرف ثالث بينك وبين شريكك، يعني مو شرط الطرف الثالث، اذا ما كانت خيانة فممكن تكون يعني ام او اخت، وهي تحاول انه تخرب العلاقة اللي بينك وبين الشريك، أو حتى عائق هي أمام ارتباطكم. أشوف إنه البعض من عندكم شريكة عنده مخاوف خلال هاي الفترة، تردد، أشوف أكو مشاكل هواية مريتوا بها بالسابق، أيضا هاي المشاكل بسبب امرأة، مثل ما دا أقول لكم أكو امرأة حاليا هي دا تسبب لك مشاكل أو راح تسبب لك مشاكل، طاقتها راح تأثر عليك خلال هذا الشهر، فلازم تحذر من عندها. غالبا هاي الامرأة اذا نريد نحكي مواصفات فهي تكون امرأة رشيقة وبها نوعا ما يعني طويلة مو قصيرة وضعيفة، اذا كنت تتعامل وياها حتى هذا الوصف ممكن يخليك تتأكد انه هي نفسها اللي ببالك او لا، وبشرتها تكون حنطية، بشرتها حنطية تكون ما إلى البياض. نشوف انه انت شوفوا برج الميزان، البعض من عندكم اشوف انه هو كان بعلاقة صار لأما 4 سنوات، البعض الثاني سنتين، العلاقة هاي بها هواية دا تصير خلافات، او مثل ما نقول مو بس خلافات وانما معارضات، العلاقة دائما قاعد تنتهي وقاعد ترجع من جديد تتصالحون وترجع العلاقة بيناتكم. فهاي العلاقة اشوف انه هي تنتهي وترجع، تنتهي وترجع، تنتهي وترجع، انت ما قاعد تقدر تاخذ بيها قرار، انت لحد الان ما قاعد تاخذ القرار انه انت توقف هاي العلاقة تماما. هاي العلاقة البعض من عندكم ممكن تكون علاقة كارما، لانه هنا ايضا طلعت لي طاقة علاقة الكارما، فانت اذا كانت العلاقة فعلا هي علاقة كارما لانه انا اشوفها هيجي، فانت حاليا عندك طاقة التوازن هنا، انت بلشت تتوازن، تستعيد توازنك، تستعيد عافيتك، ممكن تكون راح تبلش بشفاء حتى تتخلص من هاي العلاقة اللي انت موجود بيها، لانه طاقتك العامة اشوف انه انت روحانياتك عالية خلال هاي الفترة، وقاعد تحاول انه تشافي نفسك من الالام اللي مريت بيها سابقا، وايضا قاعد تسلم امرك يعني شلون لرب العالمين، وتخلي الامور تمشي مثل ما هي مكتوبة مثل ما يقولون، لانه قاعد اشوف عندك هواية طاقة تعب، فقررت انه تتخلى، قررت انه تتشافى وتستعيد توازنك اللي صار لك تقريبا سنتين انت فاقد هذا التوازن. البعض من عندكم ممكن يكون صار له 6 اسابيع فاقد توازنه، فاقد اموره، دي يمر بمشاكل هواية، فخلونا يعني نقرأ بطاقة بشكل مفصل. فأشوف إنه البعض من عندكم أكو علاقة أنت تعرف إنه أنت ما ماخذ حقك بها، علاقة متعبة جدا للبعض من عندكم، العلاقة أنت دائما من تقرر تنهيها وتتخلى
ترجع مرة ثانية هذا الشخص بطريقة ما يرجع يقنعك انه ترجعون مرة ثانية. فاشوف انه هاي العلاقة انت ما عندك امل بها، علاقة ميؤوس من عندها، وانت تعرف انه هي علاقة ميؤوس منها، ولكن انت مشكلتك الحقيقية انه انت ما قاعد تقدر تطلع من هاي العلاقة بصورة تامة. ورغم وجود يعني انت ما مرتاح بالعلاقة حاليا، عندك نوع دائما من القلق، انت دائما ضال ما بين فكرتين ما بين قرارين، ما قاعد تقدر تتخذ قرار، هذا الشخص مخليك ما عندك قرار تتخذه، وقاعد تضيع هواية فرص من ايدك. البعض من عندكم هاي العلاقة، طبعا علاقة زواج، ممكن اكو احد الاطراف معارض هاي العلاقة، عندكم طرف من الأطراف، ممكن اختلافات بينك وبين الشريك هي اللي مسبب العائق بالعلاقة، ممكن تكون أم الشريك، لأن هنا طلعت لي طاقة امرأة هي العائق، وهنا أيضا أو حتى إذا كان الشريك متزوج مثلا فممكن تكون هي زوجته، بس على الأغلب أنا أشوفها أم، وأشوف إنه العلاقة هاي مريت بهواية أكو بيها مشاكل عائلية، أكو شخص من العائلة معارض العلاقة اللي موجودة بيناتكم، فهذا الشيء انت كلش متعب بالنسبة لك، هواية تعبت وهواية دا تحس انه انت قاعد تضغط على نفسك في سبيل هاي العلاقة ما تنتهي، وما قاعد تقدر تتخذ القرار انه العلاقة تنتهي. بس اشوف اكو خبر راح يجيك خلال الفترة الجاية، هذا الخبر شوية راح يقلب الموازين، فراح بالاخص اشوف انه طاقتك نهاية الاسبوع اشوف انه انت راح تتخذ قرار انه انت تطلع من هاي العلاقة وتوقفها. يعني نهاية الأسبوع راح تبلش فكرة إنه أنت خلي أروح أني، حتى لو أني مثلا مجروح، حتى لو هذا الشيء راح يأذيني، المهم ما أبقى بهاي الحيرة، ما أبقى بهاي المخاوف اللي عندي، القلق، لأن أشوف أنت تحس إنه طاقتك كلها استنزفت بهاي العلاقة، التضحيات كلها ما قاعد تجيب نتيجة، أنت مجرد قاعد تحاول إنه تحارب حتى وأنت تعرف انه هاي الحرب ممكن ما راح تجيب النتيجة اللي انت تريدها. عندك تسرع، اشوف انه اكو قرار متسرع او بناء على خبر سريع ومفاجئ راح يجيك بالاسبوع الاول، راح يخليك تفقد املك بهاي العلاقة تماما، وراح تبلش عندك فكرة انه انت تطلع من هاي العلاقة وتنهيها، خاصة إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج الدلو، برج الأسد، وأيضا برج الحوت والعقرب موجود عندنا هنا، نشوف ممكن يكون برج السرطان أيضا بالأسبوع الثاني. فقلت لك نهاية الأسبوع الأول أشوف أنه أنت راح تتخذ قرار أنه أنت ترحل من العلاقة، ولكن ما راح يعني تمشي بالقرار بصورة سريعة، بس تحاول انه تتأنى، تقول مثلا انا راح انهي العلاقة بس بالبداية خلي اتأقلم ويا الفكرة. بالاسبوع الثاني اشوف انه المخاوف والقلق راح ترجع تصير عندك مرة ثانية، اشوف انه المخاوف والتردد والقلق، الكوابيس، حتى البعض من عندكم اشوف انه قاعد تشوف كوابيس خلال هاي الفترة، طبعا البعض من عندكم ممكن يكون يعاني من طاقة سحر، اذا كنتوا انتوا يعني تعرفون، اشوف هذا السحر اذا كان عليكم طاقة سحر فهو من امرأة، هاي الامرأة مسويته في سبيل توقف موضوع معين بحياتكم، قلت لك اذا موضوع زواج فهي، فهو هذا السحر يكون سحر تفريق، سحر تخريب بينك وبين الشريك، لانه طاقتها اساسا طاقة سوداوية هاي الامرأة اشوفها، وطالعة بعد ورقة الزواج أو ورقة العائلة، فهاي الامرأة قاعدة تحاول تسوي أشياء من ورا ظهرك، وممكن حتى تكون مسوية عمل أو تفريق بينك وبين الشريك. فأشوف أنه أنت عندك أحلام، أكو حلم راح تحلمه بالأسبوع الثاني، هو مو حلم وإنما نقول كابوس، هو ممكن يكون كابوس، حلم مخيف راح يكون، راح تحلمه بالأسبوع الثاني، وهذا الحلم راح يقلب لك كيانك من بعد ما انت اخذت قرار انه انت تنهي العلاقة. فاشوف انه راح تحلم هذا الحلم بالاسبوع الثاني، وراح تقعد من هذا الحلم انت متخوف ونفسيتك كلش تعبانة وعندك اوهام هواية تبدي تتشكل براسك، راح ترجع مخاوفك انه هاي العلاقة تنتهي تتجدد من جديد بعد ما اخذت قرار هنا انه انت ممكن تمشي هاي العلاقة وتنهيها، وتباوع تباوع طريقك تشوفه تلتفت للفرص اللي موجودة. ولكن هنا أشوف بعد هذا الحلم راح يصير عندك
مخاوف، وبعدها راح ترجع تتواصل ويا هذا الحبيب اللي موجود واللي قلت لك موضوع زواج بينكم بمشاكل عائلية، وراح يحكي وياك بصراحة. من بعد ما راح يحكي وياك بصراحة أشوف إنه هذا الشخص عنده مشاكل عائلية بالبيت، إذا ما كنت أنت طرف اللي أهله معارضين للعلاقة، فهذا الشخص أشوف عنده مشاكل عائلية ممكن بالبيت بسبب امرأة، نفس الامرأة اتكررت أكثر من مرة عندك، فأما راح تصير مشكلة إلك أو للشريك، المشكلة عائلية وتخص موضوع زواج، وراح يصير بيها كلام وراح يصير بيها صوت عالي، وهذا الشيء راح يتعب نفسيتك بسبب موضوع هاي العلاقة المتعبة اللي موجودة، لأنه أنت دا تحس إنه هي قربت تنتهي، عندك 10 هنا ورقم 10 بـ10، فالعلاقة هاي بلشت هي تنتهي، هي وصلت نهايتها، ولكن أنت متخوف إنه أنت تنهيها. فأني أشوف إنه طبعا ورقة الديسكارد هي ورقة من أوراق الميجر أركانا، فنسبة التحقق مالتها كلش عالية، فالانفصال بينك وبين هذا الشخص أو حتى النهاية هي راح تصير. انت مجرد حاليا ما قاعد تمنع النهاية، وانما قاعد بس تتعب نفسيتك، ما تتقبل التغيير وتأخر الانفصال. انت كل اللي دا تسوي انه انت دا تأخر هذا الانفصال بس ما راح تمنعه تماما. فممكن انه انت تعرف انه الانفصال هذا راح يصير، حاول انه تخفف الصدمة اللي ممكن تصير بك بعدين من تنتهي العلاقة. وهاي الامرأة اللي بيناتكم اشوف مشكلة عائق كلش كبير بموضوع ارتباطكم، هاي الامرأة ممكن تكون حتى حتشاية وجهين، يعني ممكن انه هي توقف وياك وتساندك، ولكن هي بظهرك معارضة هذا الموضوع وتسبب لك مشاكل بدون ما انت تدري. فاحذر من هاي الطاقة اللي موجودة، طاقة الامرأة الخبيثة السامة. اشوف انه هي امرأة يعني مو صغيرة بالعمر، امرأة كبيرة وفاهمة، يعني عمرها فوق 30، وعلى الأغلب تكون أما أرملة أو مطلقة إذا ما كانت متزوجة، لأنه هنا طاقة أرملة أو مطلقة هي الكوين أوف سورد، فأشوف إنه هي عندها نوعا ما سلطة أو كلمتها مسموعة، ولكن هي ما تحكي بالخير، يعني عندها طاقة شوية خبيثة. وأيضا ممكن تكون أم من النوع اللي متسلطة جدا، وهي اللي معارضة وضع الزواج، فأشوف أكو موضوع زواج راح تصير بمشاكل هواية خلال هاي الفترة، وراح يتعبك. البعض منكم ممكن يكون هذا الوضع عائلي للمتزوجين، فأشوف إنه أكو مشاكل عائلية راح تصير ويا أم ويا أخت كبيرة، أو حتى ممكن بسبب امرأة موجودة وياكم بالبيت، امرأة منافقة حتشاية وجهين يعني، ومن النوع اللي تحب تنقل أخبار، عندها نوع من النفاق، يعني عندها نفاق اجتماعي كلش كبير. انت اكيد هسه من راح اقول لكم على طاقة راح تعرفوها، بس خلي اشوف لكم هاي الامرأة شنو ممكن تكون. كينج اوف كابس، طلبت وحدها. ها مو قلت لكم مثل ما قلت لكم هاي الامرأة مسوية سحر لكم، اكو عندكم عمل، هذا العمل من امرأة مثل ما قلت لكم. اشوف انه هاي الامرأة من وضحت الاوراق طلعت لها ورقة الديفل وورقة الهايبرستس، فهاي الامرأة اشوف انه هي بالوجه تبين امرأة يعني دائما ترتدي الحجاب وتصلي وتصوم، يعني انت من تشوفها تشوفها امرأة مبينة مثل ما قلت لكم، هي باع وهي الشيء وعكسه، يعني هي الهاي بريستس والديفل. فهاي الامرأة انت من الخارج من تشوفها هي امرأة متدينة ترتدي الحجاب، يعني تمشي بالعادات بالتقاليد، كلامها حلو ملقاها حلو، ممكن حتى انت من انت ما متوقع انه هي ممكن تكون عائق او هي الشخص المفرق. هي اشوف انه شوفوا هنا عندكم طاقة الكاهنة وطاقة الشيطان، فهي صاحبة وجهين، هي عندها وجهين، عندها وجه خبيث بس هي تخفي هذا الوجه الخبيث والشيطاني والعملي بموضوع الديانة
انه هي متدينه. هاي الامراه غالبا ما تكون تصلي قدامك، دائما تشوفها انه هي امراه متدينه، امراه تصلي تصوم ترتدي الحجاب تتكلم بالتقاليد تتكلم بالدين، ولكن هي بالحقيقه شيطانه رقة الدبل. هي بالحقيقه تمشي بالاسحار. اني شكيت من اول ما بلشت القراءه انه انتو عندكم عمل، لانه الاوراق اللي طلعت تدل خاصه هاي الورقتين، فانتو ممكن بالاسبوع الثاني تتعرضون لطاقه عمل اذا ما كنتم متعرضين له. ورقه الماجيشن ورقه الديفل من يجون سوا ويا الكوين اوف سورد، وكان طالعت لكم الكوين اوف وند ريفرس ايضا، فهاي معناها اكو عمل، والعمل من امراه، العمل اللي مسويه هي امرأة قصدها تفريق. شوفوا، أما تكون قصدها تفريق أو قصدها تخريب الموضوع معين، خاصة موضوع زواج. أني أشوف أنه هو موضوع زواج، وهاي الامرأة راح تحاول أنه هي تخربه خلال هاي الفترة، وراح تصير مشكلة. ممكن من بعد هاي المشكلة هي راح تلتجئ إلى أنه هي تسوي هذا العمل في سبيل أنه سواء كان انتقام، او حتى ممكن اذا كانت ام وصارت هواية مشاكل بسبب هذا الموضوع، فهي راح تسوي هذا العمل حتى تفض هاي المشكلة والشي اللي هي تريده يصير. لانه انا قاعد اشوف هاي الامرأة من العائلة، امرأة مقربة من عندكم ومن العائلة، فاحذروا طاقة السحر، حاولوا تحصلون نفسكم خلال هاي الفترة تستشفون. سورة البقرة دائما خلوها، دائما اسمعوها، وارقوا نفسكم، حصنوا نفسكم ضد هاي الامرأة الخبيثة. قلت لكم اشوف راح تسبب لكم مشكلة، اكو مشكلة راح تصير بسببها، واكو فراق حتى انفصال. فالقرار لكم يرجع. انا ما اقدر اقول لكم انفصلوا عن هذا الشخص، لانه اكو طرف ثالث هو دا يحاول يخرب، ولكن انتو بكل الاحوال شوفوا، هي حتى هنا الطاقة اللي وقفت هي الثري اوف بنتيكل، فهاي طرف ثالث موجود بيناتكم، وهي اللي بدها تحاول انه تخرب العلاقة وتوقفها، او تحاول انه هذا الزواج ما تريد هذا الزواج يتم، هذا الارتباط يتم، او حتى هذا الزواج اذا كنتم متزوجين ما تريد انه هو يستمر، تريد تدخل بالعلاقة باي شكل كان. المهم الطاقة العاملة للاحداث والاشياء اللي راح تصير، اشوف انه البعض من عندكم راح يبقى متحير واقف بالنص ما بين قرارين، وراح تقريبا يعني ينسحب، ما يحاول يتخذ قرار، ينغلق على نفسه، يتقوقع يعني، ويحاول انه يحمي مشاعره، يحمي قلبه، لان هو تعب، يحمي نفسه من كلام، لانه اشوف هاي الامرأة ايضا ممكن حتى كلام راح تسبب كلام انه تقول عليكم. فعندكم طاقة حماية، تحاولون تحمون نفسكم، تحمون مشاعركم، ما تردون تتخذون قرار، ما تردون تفكرون بشيء، تردون الوضع يبقى على ما هو عليه، لانه انتو اشوف تعبتوا هواية من التفكير، هواية فكرتوا، تعبتوا من الانتظار، و راح تنسحبون. اشوف انه انتم نهاية هذا الشهر خلال هاي الـ4 اسابيع يعني، اشوف عندكم طاقة انسحاب، يعني انتم راح تنسحبون من المعركة. يعني اكو ناس تقول لك مثلا اني خلي هذا الصراع تعبني، فاني ما اهتم اذا كنت خسران او رابح، المهم بس انسحب من المعركة وخلي يقولون علي خاسر، ولكن أني أستعيد نفسي، المهم أكسب نفسي، أكسب راحتي. فأنت أشوف يعني هاي الطاقة قاعد توصلني عنك، إنه أنت راح تطلع من هاي المعركة كلها اللي موجودة، والمشاكل وموضوع الزواج، وراح من لأن تعبت من الانتظار. أنت صار لك فترة طويلة، ومدى أقول لكم البعض منكم ممكن صار له 2 أو 4 سنين هو بهاي الدوامة، دوامة المواضيع الزواج، والموضوع مدى يتم، والزواج دا يتأخر، وقاعد تطلع عراقيل. فراح تتخذ قرار من بعد انتظار انه هذا الطرف الثالث، انت تعرف انه مو بسهولة يطلع من العلاقة، فراح انت اللي تنفصل وتختار انه تطلع من هاي العلاقة، وراح ترجع تدافع، تحاول تدافع عن نفسك، تدافع عن مشاعرك. قلت لك ما تريد مشاعرك ترجع تنجرح مرة ثانية، انت العلاقة دا تحس بيها انه هي ما متوازنة. فاشوف انه عندك طاقة التخلي من بعد تعب، من بعد فترة مريت بيها بقلق وتعب نفسي وتعب جسدي، ممكن بعض منكم حتى دا يمر حاليا بأزمة صحية، وعلى مود هاي الأزمة الصحية هو راح يترك هاي المعمعة حتى يستعيد صحته. فاشوف انه انت راح تتخلى، وراح تعتبر انه هذا الشيء خلاص بعد
ما قاعد يرهم، ما قاعد يصير اني بدي اضطر احارب اكثر من جبهة، وما قاعد الامور تمشي مثل ما انا اريد ما تمشي بصالحي. وممكن حتى هذا العمل اللي يسووا لك اياه هنا، هاي الامرأة راح تنجح وراح تخليك تتخلى عن الحبيب وتنفصل عنه. فأشوف عندك انفصال راح تتخذ قرار انه انت تترك هاي العلاقة وتوقف هاي الكارما اللي موجودة بيناتكم صار لها فترة، والدائرة اللي تنعاد 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 كل مرة يعني تتفارقون وترجعون مرة ثانية، وتتفارقون وترجعون وواحد يأذي الثاني. يعني هي علاقة كارما، دا أقول لك علاقة مو صحية وبيها معارضات هواية. فأشوف انه انت راح تنفصل، تاخذ قرار انه انت تنفصل، تحمي مشاعرك تحمي قلبك، تطلع من هاي العلاقة وتختلي بنفسك، تحاول انه تفكر تستعيد راحتك، تستشفي. حتى البعض من عندكم ممكن يكون راح يعرف بهذا العمل ويبلش يستشفي من عنده، فراح تستشفي من هذا السحر اللي موجود هنا واللي راح يأثر عليك وعلى حياتك كلها، ويأثر على تفكيرك ويخليك عندك نوع من التشويش، ما تقدر تتخذ أي قرار بحياتك، وأمورك كلها تقريبا تبلش تتوقف. ولكن الشيء الحلو إنه أكو طاقة إلهية راح تساعدك خلال هاي الفترة، رب العالمين راح يساعدك، وعندك تحصين، عندك قوة، راح ترجع تستعيد قوتك. فمثل ما قلت لكم التحصين ثم التحصين خلال هذا الشهر للناس اللي القراءة تنطبق عليها، حاولوا تحصلوا نفسكم من هاي الامرأة الخبيثة اللي موجودة بحياتكم المنافقة، وتستعيدون توازنكم. واشوف انه هاي العلاقة انتم راح تتخذون قرار من بعد تفكير، ممكن 4 اسابيع انتم صار لكم تفكرون، او حتى راح تفكرون خلال هاي ال4 اسابيع، وراح تتخلون عن هاي العلاقة وتتركوها، وراح تبلشون تشوفون حالكم شوية. واشوف لكم راحة من بعد ما تطلعون من هاي العلاقة. كل التوفيق لكم برج الميزان، والله يكفيكم إن شاء الله شر الناس الحاقدة وشر الناس الحاسدة وشر العمل. وطبعا الله أعلم بالغيب، إحنا مجرد نقرأ توقعات، فلا تأخذوها إنه هي حقيقية 100%. وطبعا ما ممكن تنطبق على جميع القراءة، تنطبق على فئة معينة، والناس اللي تنطبق عليهم هم يعرفون نفسهم وهم راح يحصنون نفسهم. فالله يكفيكم شر الناس الخبيثة، الناس الحسودة والناس الحقودة، وإن شاء الله الشهر يعدي عليكم بسهولة والطاقة تكون خفيفة. كل التوفيق لكم برج الميزان، حصلوا نفسكم.